هيكون معانا على التليفون دكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية. مساء الخير يا دكتور. ازي حضرتك؟ برحب بحضرتك معانا، وعندي أسئلة كتير جدا ومحتاجة وجود حضرتك. كلي أذان صغير. الحادث بتاع فتاة سيتي ستارز هو يمكن اللي وجع كل البيوت الموجودة. بنت زي الفل، 23 سنة، طالبة في كلية من كليات القمة، بنت ناس محترمين، ايه اللي يخليها تعمل كده؟ شوفي حضرتك، هو قرار الانتحار ما بيجيش من يوم وليلة. يعني دائما وابدا احنا بنقول ان الانسان بيقعد يقاوم الازمات ويقاوم الضغوط ويقاوم الشعور بالوحدة النفسية وعدم وجود سوشيال سبورت او دعم نفسي واجتماعي دي، لحد ما بيجي عليه لحظة بتخور وتهل قواه النفسية، فبيبتدي يخش على عملية الانتحار بصورة لا ارادية. يعني المنتحر ده الانسان بطبيعته ميال للحياة، عنده غريزة البقاء، فلما يأتي بسلوك ضد الفطرة بتاعته تعرف انه هنا عنده خلل ادراكي او خلل عقلي. يعني قد يكون بقى وصل لمرحلة ديبريشنز وهوس اكتئابي، ضغط نفسي وعصبي عليه، وبيعاني من الام معينة، فلقى ان الانتحار ده هو الوسيلة الوحيدة للتغلب على الامه او مشاكله اللي هو ما عرفش يحلها او غيره ما ساعدوش على حلها. وده اللي بينطبق على بنتنا. بنتنا انت حضرتك بتقولي واحدة صغيرة وواحد عنده 60 سنة، انا ارى ان قد يكون الدوافع النفسية واحدة، يعني ممكن يكون الاثنين عندهم شعور بالوحدة النفسية. اللي عنده 60 سنة وقاعد لوحده، مفيش بر للوالدين، اولاده مش بيشقروا عليه، حاسس بالوحدة النفسية، وهي بنتنا الصغيرة دي مفيش اب بيستمع لها، مفيش ام بتوجه، مفيش صديق بيمتص المشاعر السلبية اللي عندها. فبالتالي ممكن يكون الشعور بالوحدة النفسية عند الاثنين، وان وجودهم في الدنيا زي عدمه، وانخفاض السيلف كونسبت او مفهوم نحو ذواتهم ان هم ناس عايشين مهمشين في الحياه، قد يكون الدوافع النفسيه واحده في الاثنين، فبالتالي الاثنين دخلوا على عمليه الانتحار. دكتور وليد، دي حته مهمه، اتفضلي. فكره ان انا يبقى في وسط عيلتي ومش حاسين بيا، فكره ان انا برضو الراجل الكبير في السن، الاب المسن ده، انه برضو محدش بيسال عليه، هنا امتى اخد بالي؟ انا عايزه يعني فكره ده محتاج شهور، محتاج ايام، ان يبقى المرض النفسي وصل جواهم لدرجه انه يخليه يلقي بنفسه من السادس او دم مترو. ايه الاعراض اللي ممكن اخد بالي منها كاسره هنا، ان انا معايا مريض او واحد في وضع خطر في الاسره، سواء كبير في السن سواء صغير، ما بقتش مرتبطه بسن ولا جنس دلوقتي؟ بص يا فندم، يعني انت حضرتك اشرت لحته حلوه قوي، وان المرض النفسي ده بيتربى جوه الانسان، يعني ما بيجيش من يوم وليله. يعني بنتنا مثلا اللي في كليه الطب دي، قد يكون هتلاقي كل خبرات العنف من وهي صغيره، يا اما الضرب، التمييز بينها وبين اخواتها، ختان اناث، التجاهل، موفر لها كل حاجه، وكمبيوتر وبيت وتكييف ونادي وعربيه، بس بيئة جافة، بيئة مش داعمة، ما فيهاش سلوك انسانة. انا كملت 23 سنة يا دكتور وليد، ليه اموت نفسي؟ ما امشي واسيب لهم الدنيا، ما اسافر بره مصر، ما اعمل اي حاجة تانية تحييني بشكل افضل، ليه انهي حياتي بالشكل ده؟ ما هو الدخول في ذهان الهوس الاكتئابي او في مرحلة فصام وينفصم عن الواقع وتبقى في فكرة انتحار مسيطرة عليه، مش هيبقى عندنا تفكير منطقي. طبعا قرار مش ارادي، يعني ولذلك حضرتك قلتي 23 سنه، ده اعلى معدل انتحار موجود في الفئه من 15 سنه ل 25 سنه، يعني يمكن السبب الثاني من اسباب الوفاه في الفئه العمريه دي هو الانتحار. فعمليه بتبقى عاليه ليه؟ بيبقى برضه ما عندوش صلابه نفسيه، الشاب في السن الصغير ده ما عندوش صلابه نفسيه، ما عندوش سوشيال سبورت. حضرتك دلوقتي بتشيري الاهل يعرفوا منين؟ دي حته مهمه قوي. يعني انا لما الاقي ابني قاعد عنده اختلال في الساعه البيولوجيه، سهران طول الليل ونام طول النهار، اعرف ان هو عنده مؤشر لذهان الهوس الاكتئابي، وعنده انسحاب اجتماعي، ما بيشاركش في الانشطه الاجتماعيه. بس ده بقى حال كل اولادنا يا دكتور دلوقتي، يعني كلهم دلوقتي ماسكين اللابتوب بتاعهم والموبايل بتاعهم، وبينام وقت ما انت بتصحى، وبيصحى وقت ما انت بتنام، ده بحال كل البيوت. هل ما انا هقول لحضرتك، لما بيكون حاله ده بصوره دايمه وقاعد وبيضحك وبكلمه بيرد عليا، وما عندوش اهمال في النظافه الشخصيه، ما بيقبلش على الاكل بشراهه، وبياكل حلويات كتير ومواد كربوهيدراتيه ونشويات، لان دي من مؤشرات الاكتئاب الشديد، او ما بياكلش خالص
وقاعد ما يعني مش عاوز يتناول الاكل معانا، ما بيهمل نظافته الشخصيه. يعني هي مجموعه مركبات نفسيه ومجموعه دلالات اجتماعيه، لما تجتمع او يجتمع 70% منها اعرف ان ده مؤشر خطر. لما الابن يدي رسائل سلبيه يعني كل شويه يقول طيب يعني وربنا انا ما انا لن ريحكم مني، بكره تندموا، انا بكره اوجعكم زي ما انتم ما وجعتوني، طب بكره هتشوفوا. الرسائل دي كلها لازم اخدها محمل الجد، ولازم اعرف ان ابني خلاص دخل في مرحله انه عاوز يستبرأ من الحياه ويتخلص منها. لما الاقي ابني بينزل بوستات حزينه على السوشيال ميديا، لما الاقيه حاطط شكل معين من اشكال الظلمه والضبابيه على الواتساب او الانستجرام كدلاله لشخصيته، لما الاقيه حاطط سكينه، لما ليه بيلعب العاب ومش عاوز يكلم حد وقاعد منسحب اجتماعيا جدا ووشه باين عليه الكآبه، يعني دي كلها امور ومؤشرات تديني دلاله ان هو هيقبل على عمليه الانتحار. فانا بسال بس كل يعني اولياء الامور اللي بيسمعونا، ابنك قاعد سهران طول الليل مفيش مشكله، اسهر معاه، العب معاه، ناقشه، خلي عندك فن محافظ على التواصل بالظبط، استمع له، اديله امل في بكره، ما تضغطش عليه. دي كلها امور مهمه قوي. يعني انا يخيل لي يعني في السن الصغير ده ممكن يكون واحد متوفر له كل حاجه الا حاجه واحده واهم حاجه، شعوره كانسان، الاهتمام طبعا، الدعم النفسي والدعم الاجتماعي اللي بيوجهه، اللي بيفتح له افاق الامل. لو في ام بتقول للبنت يا بنتي ما يهمكيش، يعني ما احنا كلنا مثلا تعرضنا لتجربه عاطفيه وفشلنا، مش معناها نهايه الكون، ما جبتش مجموعه مش الدنيا مش هتخلص، ما دخلتش الشغل مش لاقي شغل وقاعد بقالي فتره في البيت الدنيا مش هتنهار. بالعكس، انا اخش مع النت واشوف المدن الجديده والانشاءات وممكن يروح يشتغل فين، يروح بقى الجلاله، يروح العالمين، الدنيا بقت واسعه. داخل في السن مثلا عاوز يتجوز معهوش، اساعده في اسكان اجتماعي، اساعده في ان انا اخد قرض طويل الاجل 30 سنه. يعني دلوقتي بقى في افاق مفتوحه للشباب ما كانتش متوفره على ايامنا، بس عاوز الاب اللي يشاور. لو انا لقيت الاعراض متوفره في ابني او بنتي دلوقتي معايا في البيت، ايه اعمل ايه يا دكتور؟ يعني الجا لطبيب مباشره، ابتدي اتكلم معاها انا شخصيا، ولا خلاص الكلام بتاعي ما بقاش هيجيب نتيجه، لازم يبقى في متخصص؟ يا فندم انا دكتور البيت، انا احتوي ابني، انا اهم من الدكتور، الدكتور مش قاعد معايا، انا احتوي ابني واحاول استمع له. بس احيانا بتبقى حاله مرضيه يا دكتور، مثلا زي واحد عنده الكبد، واحد عنده الضغط، لو لقيت مفيش استجابه لحظيه في ابني، مفيش استجابه على وشه، وانا بدخل له وهو اللي مش بيجي الاوضه لحد النهارده، لازم الجا لدكتور. وبعدين خدي بال سيادتك، ما انت هترجعي للدكتور ممكن هو ما يجيش معاكي، فهترجعي للدكتور هتعملي ايه؟ ده اكيد. فلازم البدايه من عندك حضرتك، دكتوره البيت قبل الدكتور اللي موجود في العياده، على الاقل على الاقل هتسببي له قناعات ان هو عنده مشكله، عنده وسواس قهري، عنده فصام، عنده قلق، عنده جهاز هوس اكتئابي، وهتفهميني ده انا بحبك يا ابني وده غلط على صحتك، فتعالى ساعدني ان انا اساعدك. لو هو مقتنع بيكي وانت بديتي معاه الخطوه هيبقى سهل، حتى لو الامر يعني ان هو مستعصي بمكان، انه هيجي معاكي ويروح للدكتور، يبقى في استشفاء وفي براء من ده. فيعني مهم قوي التواصل مع الاهل. دكتور، ده انا بعول عليه كل حاجه في العلاج النفسي، وانا مع حضرتك جدا. قبل ما انتقل لسؤالي الاخير، كان مع فتاه مول صديقتها، قعدت معاها الوقت طويل، والبنت كانت قاعده معاها بتعيط، وبعدين صديقتها اضطرت تمشي، اعتقد ان الوقت طول معاها واهلها استعجلوها. هل لو صديقتها كملت معاها في القعده كان ممكن ده ما يحصلش؟ لان كتير بيلوم ان صديقتها سابتها ومشيت، هل صديقتها دور في ظل كل الاكتئاب اللي فيه البنت ده؟ لا طبعا، طب ولا هتعمل اي حاجه، ولو عملت حاجه لو قعدت 10 ساعات زي قعدت 4 ساعات، ولو هي اسندتها ان هي ترمي نفسها من فوق المول وخلاص وروحوا، هتروح البيت هتاخد حبوب، هتاخد وسيله اخرى من وسائل الانتحار، هي خلاص هي مش شايفه غير الانتحار. ما انا بقول لحضرتك يعني الشخص اللي بينتحر ده غير مسيطر على افعاله، مش مدرك. ولذلك انا بشوف ناس يعني اول حاجه تعملها لما واحد ينتحر
تلقي عليه اللوم وانه هيروح بقى في غيابات الجنود. ما هو ده سؤالي القادم يا دكتور، يعني انا محتاجه رساله من حضرتك للناس اللي اول المنتحر ما بيعرفوا يعرفوا حاله انتحاره كده بيلقوا اللوم عليه، بيبتدوا يعني يقطعوه تقريبا بمعنى كلمه يقطعوه هنا رفقه باهله وبحرام بالشخص اللي هو يعتبر مريض، هو ملوش ذنب في مرضه ده، تقول لهم ايه يا دكتور؟ طبعا هو يا فندم الانسان بطبيعته عنده غريزه البقاء، كونه يعمل حاجه ضد السلوك الفطري هو هنا هو ضحيه، هو انسان مريض، هو انسان غير مسؤول عن افعاله، بدليل ان في مفكرين عظام زي جمال حمدان ما هو راح وانتحر، يعني هذا الشخص المؤرخ العالمي العظيم صاحب الفكر اللي انه لما اصيب بالاكتئاب وشعر بالوحده النفسيه انتحر، وغيره كتير جدا كانوا يبدو للعامة ان ما عندهمش مشاكل زي ألفيس بريسلي بتاع الروك وزي مايكل جاكسون وزي داليدا، اسماء كتير جدا ناس يبدو ان عندها كل حاجة، انما ما كانش عندها اهم حاجة وهي الشعور بالانسنة والدعم النفسي والدعم الاجتماعي. ما تقصيش على حد بينتحر، هذا المنتحر هو شخص دفعا ان هو يودع الحياه، وانا شايف ان ورا منه قاتل اكبر هو اللي دفعه لكده، وهو اللي حوالين منه اللي ما عطلوش الحب وما عطلوش الحنيه وما عطلوش الاحتواء. علاقتنا بربنا يا دكتور وليد هنا دورها ايه؟ يعني لو احنا بيت معودين ولادنا على الصلاه سواء مسلمين او مسيحيين، لو احنا بيت طول الوقت الولاد في الجامع او الولاد في الكنيسه وفي تواصل مستمر، هل دي فعلا بتاثر؟ ولا في حاله المنتحر يعني هو مش ما عندوش استعداد لاي علاقه مع اي حد حتى مع ربنا؟ انا مش عاوز اتكلم في علاقته مع ربنا ليه، لان حضرتك ما في دول شيوعيه ما عندهاش ربنا ونسب الانتحار عندها مش عاليه، يعني مش في مقدمه الدول وما عندهمش. طب انا بتكلم على اوبشن عندي انا ربنا مديهولي. انا بتكلم يعني انا بتكلم على ايه، يعني ممكن الخواء الروحي بيلعب دور في تربيه الوجدان من الاساس، انما مش في لحظات الانتحار. لا لا، من هو واحنا يعني صغيرين واحنا بنربي، من واحنا صغيرين من واحنا بنربي بنروح مدارس دينيه معينه، بيبقى فيه بعض التعليم وبعض التوجهات المعينه، بيبقى فيه رموز ذات قداسه دينيه في حياتنا بتقوينا وبتخلي قدامنا نور ونبراس وهادي بنمشي عليه، ده مطلوب في البدايه، انما وانس ان هو دخل في مرحله المرض ما اعتقدش يعني كل المحبه اللي في الدنيا تقدر تسنيه عن ان هو يطلب نفسه الى عمليه الانتحار. انا محتاجه حضرتك الحلقه الفتره الجايه دي نعمل حلقه كامله ونتكلم ازاي اكتشف ان عندي مريض نفسي، لان احيانا بننكر على نفسنا ان يبقى عندنا مريض نفسي وكانها حاجه عيب او سبه يا دكتور وليد. بمشيئه ربنا معاكي في اي وقت، وربنا يدخل المحبه والنور في قلوبنا كلنا، شرفتنا ونورتنا ويشفي الناس ويستبرأها من كل مرض. امين. شرفتنا ونورتنا يا دكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه، بشكرك جدا على هذه المداخله الهامه.